وصلت آخر حاجة في البرايم وبقيت أنت وواحد معك، يا أنت يا هو، واحد منكم طبعا بغاد البرنامج، وهذه سياسة البرنامج. من اللي ما ودك تقابله، أو من يعني من هو اللي ما ودك أنه يكون معك؟ أبغى أسمع من أبو سحاب، بعدين يجي عند أحمد، بعدين علي، بعدين محمد. تفضل يا أبو سحاب. والله أنا الشباب كلهم أبغى إجابة على طول. تبى اسم على طول يعني؟ اسم على طول. اللي يتمنى ما يكون معي في الستيج الأخير. أي. فيصل عرجاني. ليش؟ يعني فيه، وأنت عندك إيمان إن واحد طالع، سواء أنت ولا خويك المقرب منك أو أي شيء، فلكن ما ودك إن تكون آخر لحظة يكون منافسة بينك فتنتصر أنت عليه أو ينتصروا عليك. فهو اللي ما أتمنى يطيح معي في الحرج هذا، يعني أتمنى حرج أقل من كذا. يعني لو طلع هو في البرايم وأنا ماني موجود فيه بزعل عليه، لكن أنا وياه على آخر اثنين شخصيا هو ما أتمنى إني يطلع من عندي. بس يعني غيره عادي، بس لا، كلهم نفس الموضوع، احنا نفس المشاعر مع الجميع، ولكن يعني في 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 أشياء الناس. أنت في سنة ما وصلت الله المعلومة، كنت من أعز الناس عندي وما زلت أعز الناس عندي. الله يعزك يا أبو سحاب ويطول لي عمرك، ووجهة نظر تحترم. طيب أبو العوض. والله شوف، هو على كلام أبو سحاب كلهم غاليين فعلا هذا، لكن في بعضهم اللي يقصد أبو سحاب يكون يعني قريبين بزيادة من سوالف ومن فضفضة ومن أمور. هذه عندك طول عمر مصلط الجبلي وكحلاء، ما ودي اني اصادم كلام الشمري. ايوه مصطفى جبلي، اثنين هذول ما ودي اني لا اختار واحد. وقال لك اختار لا، هو اختار واحد منهم. خلاص انا قلت اثنين وانت سلفت. لا لا خلاص، لا ما احنا مسلكين. نبغى واحد، نبغى نسوي محطه تفتيش. من هو اللي ما ودك انه يقابلك؟ مصطفى جبلي. مصطفى جبلي وليش تحس انه مقرب لك كثير؟ هم والله كلهم مقربين حتى اثنين اللي قلت، لكن مصطفى يعني شخص مجتهد للامانه، مجتهد على نفسه مرة. يستاهل أبو عيد. مجتهد على نفسه، ولا ودي يعني انتجابه أنا وياه، يمكن أنا أطلع لو أنت أنا وياه بستيج واحد، يمكن أنا أطلع. يستاهل، يستاهل، وأنت تستاهل. يا حبيبي. هذا من طيبك يا حبيبي. يا حبيبي الله. طيب أبو صالح. لبيك. لبيت حاج. اسلم. والله إني داخل مع الكل أنا، والله ما في راسي أحد محدد. لا لا تتكلم غلط. لا لا معليش معليش. معليش. دقيقة. أنت المقدم ولا أنا؟ لا أنا وياه كلنا واحد. طيب. انا قدمت الفقره هذه ومن عليك ابو سعد. يتمون بس انا ادنك بس استفضل. انا والله معكم وكلهم غالي. ما هالطريقه هذه ابدا. اي ولا واحد، ولا واحد، كلهم غالي عندي. نبي اطرف اسم. ما عندي والله، والله كلهم سوين عندي، ما ودي على مكان خسره ذاك. بس وخر الخداديه ولا على الكاميرا مغطيه على المايك بس. الله يسعد قلبك. لا لا المايك شغال بس وشوشه يعني. ما في اسم، ما في اسم ببالك ما ودك انه يقف جنبك؟ لا والله اسم معين والله ما في راسي احد مره. يعني اي احد من الشباب يوقف معك؟ كلهم غالين عندي. ابو لا ابو سعد، ابو سعد، ابو سعد، ابو سعد رجاء خاص جدا. لا استلمك انا حتى محك حقين هذاك. ايش تقول؟ انا قايل لك ما وقفت انت عند المحور حقي، قلت لك كلهم ما عندي في، يعني كلهم عندهم عزيز وغالي، زعلنا على الكل. مضبوط. ما عليك، ما انا رجاءً جاي دور رجاء. علي الجعيدي يذكر اسم رجاء. علي ما عندي اسم، اذكرني انا. طيب اقل حاجه. طيب صل على رسول الله ابو صالح. هلا الصلاة والسلام. لو اقول لك اسم في بالك يعني بتقول لي اسماء الشباب كلهم؟ بقول لك نفس الغلاء. لا بقول لك اسم واحد من الشباب. اسم عبد الله الكرعاني. عبد الله الكرعاني غالي من جيز العرب، من جيز اخوياي اللي معي. من جيز اخوياك. الله الله. يعني ما ودك تكون خسرته يعتبر ولا في خاطرك. شوف ابو صالح عش حياتك مره ابدا، وجاوب باللي في خاطرك. في خاطرك اسم ما ودك انه يوقف جنبك عادي. الشباب، الشباب كلهم جاوبوا. ابو سعد، ابو سحاب قال ما ابغى. اني والله خابر، خابر والله. وش ال انت ابو متاكد من معزتك وتقديري لك صح واحترامي لك صح؟ ما يحتاج. طيب خلاص يعني ما زعلت مني ذكرت فيصل عادي صح؟ خلاص اذكر لك اسمه. ما في والله. شوف شوف شوف، انا لو فيه احد يعني مستثنى عن الباقيين يعني اغليها. انا بخفف عنك شويه ابو صالح ولا اقطع كلامك الا في الشحن. مو مستثنى فيه يعني، فيه في البرنامج في احد من الشباب يعني اكيد انك تعطيها اسرارك وبينك وبينها. إيه قصدك تحت الكواليس سواليف او جلسات في الهواء، سواء في الهواء او تحت البث. كلهم غالين لكن اسراري راح تحتفظ بها ترى مع المباحث. لا لا ما هو باسرارك الخاصه. خابر خابر اي شيء يعني والله العظيم ممكن مو باسرار خاصه يعني امور يعني ادري 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 تعاليل عادي يعني. انا السوالف محفوفه. انا وابو سحاب السوالف محفوفه. السوالف انا يا
سنه من السنين وعلمه بعض الامور عادي. نعم يعني مستحيل انه يطلعها في الهواء، مستحيل انه يطلعها في الهواء ولا لا؟ ما عندي لذلك. ما عندي والله اسم. والله يا ابو انا اعطيك اسم نيابه عن علي. احترم اسم طلع. لا لا احترم وجهه نظرك وعلى العين الراس وهذا من طيبك يا ابو يعني مالك صالح. احنا الحين ما هم من طيبنا. طيب تعال احنا ما هم من طيبنا. السؤال حتى وين؟ احنا ما هم من طيبنا. انا ما قلت شيء. انا انت شك في نفسك؟ لا ما شك في نفسي. شك في انا حاسبك على كلامك. طيب ابشر عندك شيخ. احنا قلنا غاليين. خذها كاش اذا بيعطونك الانصاف. طيب تفضل محمد. شفانا يا ابو. زاد فضلك يا مرحبا. الله يبقيك يطول لي عمرك. يقول لك لعب من هالدم على فرقه وليف. ايه والله فرق الرياجيل ملعون الثوى. الله هل والله العظيم كلهم عندي واحد واني احبهم واغليهم ولا طلع واحد منهم كاني فاقد واحد من ضلوعي. لكن اللي اقدر اقوله ان والله اني اتمنى ان ما احد يوقف جنبي نهائيا. الله اكبر. طيب بعدين الجواب وين؟ الجواب ما عندي جواب. لا كذا غلط. طيب وان كان لابد صار الموقف. ودي اني انا اطلع. انت ودك تطلع؟ الله اكبر. بس انا ابيك تجاوب على سؤالي، من هو اللي ما ودك انه يقف جنبك؟ ما اقدر اصرح كلهم والله العظيم. يمكن لو تشوف حتى البث تشوفني مع الكل والكل يقدرني واقدره يعني لازم اقول له اسم. انا كلهم، انا اقول لك كلهم والله يا كلهم عندي سوء. يعني ابن رميثة مثل احمد العوض؟ او في فرق. طيب لكن أحمد اقول لك مثل علي الجعيدي. ما هو على كذا، هي ما هي على كذا. في فرق في معرفه مبطيه، في معرفه الان وكانها صارت سنين، لكن احنا الحين في برنامج. فرق كلهم غاليين عندي، كلهم عندي سواسيه يا رجال. ايه والله تحشرهم ما انا ما اقول شيء يا ابو. هذا في مخالفه مبارك. ونعم يا ابو مبارك. ابو مبارك والله شف يا ابو مبارك، انا عادي انت لو سالتني وانا مكانك والله بقول اسم عندي، لان اتوقع السؤال ذا قد جاني في احد البرامج. هي ما فيها شيء والله اني صرحت. شوف شوف هي ما فيها شيء. ابو سعد ابو سعد تفضل. هو لما يجيك محطه من المحطات، فقره من الفقرات، رياليتي ما، وتبين علاقتك القويه مع شخص ما، صعب انك تنكرها او تتنازل عنها في فقره ثانيه، صح ولا لا؟ الانسان على رايه. معي انت فاهمني؟ فاهم. يعني انا هالكلام اللي قلته قلت فيصل ما حد مستغرب مثلا. لو طلع فيصل الله سمح الله وجلست وبقي علي الجعيدي محمد مبارك والمجموعه الاخيره هذه، قلت لك علي الجعيدي وقلت محمد مبارك، عرفت؟ نعم. وهم كل واحد له ثقل في البرنامج. يا سلام. كل واحد له مساره اللي ضايف للبرنامج بدون الثاني يكون شريك فيه. بس طيب. كذا المجموعه كانت. طيب احنا ما نبي نشعب في الحديث. ابو مبارك بيض الله وجهك. وجهك. ابو مبارك من كلامه انكم كلكم غاليين عنده. وشيء طبيعي. وهذا نقصد انهم غاليين يا مثل، احنا نقصدهم غاليين، بس انت سالت على قد السؤال. نعم نعم. هو فعلا شوف انت جاوبت والله من ناحيه، انا كلهم صار بيننا الاجابه الصحيحه. انت لو تعطيني تقييم من غير قاصر في ابو مبارك بقول صفر، وبعطيك الاجابه انت ذا بقول صح تمام. لكن وجهه نظر وتحترم ويحتفظ بها. هذا انا ما عاد بجاب. نقدر نعطيك هذا اسم هروب من الحقيقه. لا مي بهروب، هروب من الحقيقه. لا يحتفظ من. طيب صل على رسول الله. طيب عموما يا جماعه الخير، في مقطع الواحد منكم خلينا نشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم.